واصل سعر الذهب اليوم الاحد في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيها واحدا مقارنه بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب المستشار عام شعبه الذهب سابقا بغرفه القاهره التجاريه المصراوي. وكان سعر جرام الذهب صعد في بدايه التعاملات اليوم جنيهين ليواصل الارتفاع، وتصبح قيمه الارتفاع 3 جنيهات للجرام الواحد. اسعار الذهب اليوم ارتفعت اسعار اليوم عيار 14 إلى 679 جنيه للجرام، أما العيار 18 873 جنيه للجرام، أما سعر الذهب عيار 21 1018 جنيه للجرام، وسعر الذهب عيار 4 1163 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب، زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8144 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. كل سنة وأنتم طيبين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.